السائلة تقول: استعمال خاتم أو سوء أو أسوار أو سلاسل من فضة بقصد أن ذلك أفضل عند الله من الذهب، أو أنه يرفع الضرر عن الطفل ويحرس من الشيطان كما يقولون حرز للطفل، علما بأنني أنكرت ذلك على إحدى الأخوات، فأفيدونا بذلك. بالنسبة للأنثى الصغيرة أو الكبيرة، يباح لها لبس الذهب ويباح لها لبس الفضة من باب التحلي والزينة، لا من باب دفع العين ودفع الضرر، فهذا اعتقاد فاسد ولا يجوز هذا الاعتقاد، لأن هذا من الشرك، من اتخاذ الحلق أو لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه، كل ذلك من الاعتقاد الفاسد والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. وليس للذهب ولا للفضة ولا لغيرهما من المعادن خاصية في دفع البلاء أو رفعه من الإنسان، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل ويعلق قلبه بالله، سواء في ذلك الكبار أو الصغار. نعم، جزاكم الله خيرا شكرا.